يسعد صباحكم واهلا بكم حلقه جديده من صباح الشرقيه، اولى حلقه صباح الشرقيه لهذه السنه. يا ربي ان شاء الله تكون بدايه سنه خير وطمانينه على الجميع. صباح عليك ضحى. صباح الخير عليك شرولا، صباح الخير لكل من قرر يبدا صباحه ويانا وانضم لنا في صباح الشرقية. مثل ما قالت رولا حلقة مميزة لأنها أول حلقة ب 2023، كل عام والجميع بألف خير، وخلونا نبدأ حلقتنا بأهم وأبرز العناوين اليوم. ما أول شيء تركز عليه وتحاول تحسينها في بداية السنة العام الجديد على الصعيد العملي أو العلمي وحتى الصحي منها ولماذا؟ هذا سيكون موضوع استطلاع حلقتنا لليوم، واللي شاركنا بالحديث عنه خبير التنمية البشرية كريم الترابي. البازار والمهرجان الشتوي السنوي للصناعات المحلية ينطلق من السليمانية. يحدثنا اختصاصي الأطفال الدكتور محمد سعيد عن التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال. ومن صلاح الدين الرارنج أو النارنج كما يسميه البعض من الحمضيات الشتوية اللي أكثر استخدامها في العراق. أما في الأخبار المنوعة لليوم، بعد اختفائه لمئة عام طائر نادر يحط على أحد أسطح المنازل، وموقف غريب تعرض له معلمة مع طالبها بعد منافسة. سنتعرف على هذه التفاصيل أكثر في حلقتنا لليوم. أما سؤالنا التفاعلي لحلقتنا لهذا اليوم رولا فيقول علميا وعمليا على ماذا ستركز في بداية العام الجديد؟ ونذكركم بالكيو آر كود اللي راح يظهر على الشاشة الآن، مجرد أن توجهون كاميرات التليفونات على الكيو آر راح ينقلكم بشكل مباشر إلى الرابط مالتنا أو صفحتنا في الانستغرام، ونسعد دائما بمشاركاتكم. على شنو راح تركزين رولا؟ أكثر شيء على الصحة، يعني أتصور الدرس اللي تعلمناه ذيك السنة كليتنا بسبب جائحة كوفيد أن الواحد لازم يركز على صحته أكثر شيء، ويحاول أنه يفيد نفسه أكثر من السنة الماضية. بتعرفين الكل اللي يتعرضون لأزمات ولأمراض ولفيروسات جديدة، فالواحد أنه لازم شوية ينتبه زيادة على صحته هالفترة. طبعا لأنه هي الزيادة، يعني الصحة لما نحافظ عليها رولا هي الوقود مالتنا، هي البنزين اللي راح يخليك تشتغل أحسن عمليا وعلميا. فلذلك الصحة صدق يعني كنز لازم نحافظ عليه. مع تغير الأجواء والجو والطقس دا يبرد، الكثير من الأشخاص دا يتمرضون لهالسبب. خلينا شوف حالة الطقس وشوف الأجواء في عموم العراق، يمكن شوي اليوم تكون أدفى. خلينا نبدأ حالة الطقس من بغداد. درجة الحرارة اليوم في بغداد 13 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 17 درجة مئوية مشمس أيضا، وبعد غد 10 درجة مئوية مع هطول القليل من الأمطار. والموصل، الموصل اليوم 13 درجة مئوية أيضا مشمس، من المتوقع أن يكون غد 15 درجة مئوية وبعد غد 13 درجة مئوية مع هطول القليل من الأمطار. أما البصرة، درجة الحرارة اليوم بالبصرة 10 درجة مئوية غائم جزئي، من المتوقع أن يكون غد 17 درجة مئوية مشمس وبعد غد 12 درجة مئوية مع هطول الكثير من الأمطار. وختامها من أربيل، درجة الحرارة اليوم في أربيل 12 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 15 درجة مئوية مشمس وبعد غد 12 درجة مئوية ممطر، والكثير من الأمطار موجودة في أربيل بعد يوم غد. طبعا الشيء الوحيد اللي اشتركوا به أنه بعد غد راح العراق كله يمشي مال اللي جنوبه ماطر. أنا أحب الغيم وأحب المطر، حبي الأجواء، وحلو أنه هسه البصرة غيم وهسه خليجي 25-25، فأعتقد الأجواء راح تكون يعني نارية وحماسية. بالفعل طبعا من هاي الأجواء وهاي الطقوس إلى طقوس تخبل ويا بداية السنة الجديدة، سنة احنا متأمنين بها نجاحات وإنجازات على كل الأصعدة وكل الأمور اللي ممكن نرتقي بها لمستويات أفضل على كافة الأصعدة. ويا بداية العام الجديد كلنا نحب البدايات، لازم نبديها بأهداف وقوة
قرارات تخلينا صدق نأسس خطوة بخطوة للأيام الجاية كخطوة لتحسين حياتنا بصورة عامة وخاصة. اليوم طبعا تجولنا باستطلاعنا وسألنا الناس شنو أول شيء تركز عليه وتحاول تحسنه في بداية العام الجديد، طبعا على مختلف الأصعدة سواء علمية أو عملية وحتى على الجانب الصحي مثل ما قالت رولا. خلينا نشوف شنو الشيء اللي راح يركزون عليه الناس وليش. خلينا نروح نشوف الاستطلاع. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشرقية، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الجديدة. إن شاء الله أيامكم الجاية كلها أفراح وأعياد ومسرات. اليوم رح نسأل الناس ما هو أول شيء تحاول أن تحسنه أو تغير منه في السنة الجديدة سواء على الصعيد المهني أو العلمي أو الصحي، فخليكم ويانا. إن شاء الله يعني ناوي على وظيفة جديدة والواحد لا زواج لا كافي ناوي على الوظيفة أهم شيء والتجارة أعمال حرة إن شاء الله والله يوفقنا إن شاء الله. زين أنت شو وقت جيت للعراق؟ دا أشوف لهجتك مو عراقي. أول مرة أجي له. إيه كويتي. إيه الله يخليك. جايين أكيد بمناسبة كأس الخليج. اي كاس الخليج وقلنا نزور بغداد بعدين نرد مره ثانيه للبصره. والله هي امنيات يعني نسعى ان شاء الله الله يمكننا انه نقدر نحقق الاستقرار، نحقق التقدم على صعيد الاسره والعائله، وان شاء الله نامل انه نكون سنه 2023 حافله بالمسرات على البلد بشكل عام وعلى الشعب العراقي وعلى العائله والاسره ان شاء الله. والله الصراحه نحن اني والحجيه عايشين وحدنا. ايه فيعني شوي نغير بشغلات الديكور بالبيت وان شاء الله. غيرتوا بيها؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. زين اكيد اكو اطفال اكو اهالي يجون يزوروكم صح لو لا؟ اعتيادي شلون. اول شيء ان شاء الله راح تغيروه بالسنه الجديده، شنو اول شيء انت مقرره تغيريه بالمنزل ويا الاطفال ويا العائله؟ يعني خلينا نقول ملابس جديده، يعني نكون كم حاجات من جديده بالبيت ان شاء الله. احنا يعني العراقيين دورنا اي فرحه على مود شوي نغير جو، فهي يعني فرحه عامه للجميع وسنه الخير يا ربي على الجميع ان شاء الله. خير والبركه عليكم ان شاء الله يا ربي وعلى العراق كله واهل العراق كله. عمري في دبي ايش حبيبتي؟ حبيبي يحفظكم الله ان شاء الله. حبيبتي خلاص ردنا نسالك اليوم شنو اول شيء مقررين انه تغيروه على السنه الجديده سواء على الصعيد الصحي او التعليم او العلمي او على الصعيد المهني؟ والله على الله بعد اللي يقدمه رب العالمين ما فيه يعني ما مقررين شيء. والله مقررين شيء على السنه الجديده. شكرا لك حنين على هذا الاستطلاع وشكرا لكل الاشخاص اللي شاركونا اهدافهم وامنياتهم للسنه الجديده. طبعا وبعد ما شفنا هالاستطلاع راح ينضم لنا من سويسرا عبر السكايب خبير التنميه البشريه والمختص بجلسات التدريب والتطوير والعلاج النفسي الدكتور كريم الترابي. يسعد صباحك. يا مرحبا، صباح الورد والياسمين عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام مشاهدي قناه الشرقيه وايضا كادر قناه الشرقيه، واقول لكم كل عام وانتم بخير الحقيقه الامان ان شاء الله الصحه والسعاده الدائمه. وانت بالف خير وصحه وسلامه. طبعا نورتنا باولى حلقات صباح الشرقيه من استديوهاتنا.
في دبي. بداية خلينا نتحدث عن كيفية تحديد أهداف السنة الجديدة. مثل ما شفنا بالاستطلاع بعض الأشخاص ما يعرفون شلون يحددون الأشياء الأهداف البعيدة المدى، يحبون أنه يختصروها بالأشياء البسيطة اللي تكون تغيير أثاث بيتهم، تغيير بعض التصرفات، ولكن خلينا نركز عن تغيير بعض السلوكيات وشلون إحنا نقدر نرتبها ونحددها كهدف أنه نقدر نحققها هذه السنة. أستاذ رولا، إحنا خلينا ننطلق من منطلق علمي يعني حتى يكون كلامنا موثق علميا. نعم. بداية يعني إحنا العالم الأمريكي ماسلو في هرم المشهور اللي هرم الاحتياجات النفسية عند الإنسان، اللي من أسفل الهرم تصعد إلى أعلى الهرم. طبعا في أسفل الهرم تيجي الاحتياجات الفسيولوجية، يعني من طعام، من أكل، من نوم، من جنس إلى غيره. بعدين تيجي احتياجات الأمان، الإنسان يجب أن يشعر بالأمان. طيب نعم. عندنا المرحلة الثالثة اللي هي الاحتياجات الاجتماعية. طيب عندنا المرحلة الرابعة اللي هي تقدير الذات، الحاجة إلى التقدير، ومن ثم بالمرتبة الخامسة يجي تحقيق الذات. إذا اتبعنا هذا الهرم بكل بساطة راح تتضح لنا كيف نقدر نحقق أهدافنا بشكل علمي. أنا أقول بشكل علمي. طبعاً هناك أهداف قصيرة المدى، هناك أهداف متوسطة المدى، هناك أهداف بعيدة المدى كما موجود في الهرم كما أسلف ماستر. طيب احنا ايش نقدر نسوي؟ طبعا كل انسان والهدفه، كل انسان يجب ان يوضع هدف في حياته. ليش الهدف مهم في حياه الانسان؟ لانه الهدف يعطي معنى لحياه الانسان، بغياب الهدف يغيب معنى الحياه. صحيح. يعني انا كثير سائل من الشباب في مجتمعنا العراقي، دائما اسوي استطلاعات دراسات خاصه لي، اقول له شنو هدفك؟ يبوا علي يضحك مسكين، يقول لي ما عندي هدف. شوفي يعني هذا احنا بحاجه الى هذه الثقافه، بانه كل انسان لازم يوضع هدف في حياته حتى يقدر على ضوءه يرسم حياته، لانه الهدف يعطيك معنى، يعطيك وهس للحياه، يعطيك دافع للحياه حتى تقدر تمارس حياتك بالشكل المطلوب. على هذا الاساس كل انسان له هدف مختلف عن الاخر. مثل ما قلت يعني مثلا الهدف المتوسط المدى برساله ماجستير مثلا على سبيل المثال، بعيد المدى كيف انا ممكن ما طرقت جنابك المحترم، كيف اقدر احافظ على صحتي، يعني تاخذنا من بعيده المدى من 5 سنين وانت صاعد، يعني كيف اقدر احافظ على صحتي، كيف اقدر اكل بشكل جيد، كيف اقدر انام بشكل جيد، كيف اقدر اشرب مي بشكل جيد. فكل انسان له هدف يقدر يرسمه ومن ثم ينطلق عليه في مجرى حياته. دكتور كريم، اريد اسالك طبعا همتي انا اهنيك بالعام الجديد وان شاء الله تكون سنه سعيده ومليانه بالانجازات. شكرا جزيلا. يعني دكتور كريم، اريد يعني مثلا نفترض انه اكو احد يتابعنا هسه وطموحه مثلا يشتري سياره. اختلفوا يعني المعالجين النفسيين، اكو ناس تقول لك تظل هواي شاغل بالك وتفكر بالهدف لانه راح تتنافر انت وياه وراح يروح بعيد عنك، واكو ناس يقول لك لا اجذب الهدف ظل فكر بي 24 ساعه اكتبه على ورقه وظل باوع له. فاريد اعرف شنو الحقيقه العلميه الصحيحه؟ الحقيقه العلميه الصحيحه بانه الانسان يرسم هدفه ومن ثم يبدي كل يوم يخطو خطوه نحو الهدف. بهذه المناسبه مشاهديكم الكرام، خلي اهديكم هذا التمرين البسيط اللي اي واحد يقدر يطبقه لمشاهديكم الكرام. على سبيل المثال انا عندي هدف، طبعا الهدف بالمناسبه نقطه مهمه جدا قبل حتى نغيب عن بالي، الهدف لازم تتحقق به شروط اللي هي سمارت. اول نقطه بانه يكون سبيسيفيك، محدد. ثاني نقطه يكون ميزربل، لازم يكون قابل للقياس. ثالث نقطه يكون اتشيفبل، يعني قابل بانه انت تقدر توصل له، تقدر تحقق. النقطة الأخرى اللي هي رياليستيك، واقع يكون حقيقي، واقعي حقيقي. النقطة الأخرى لازم يكون إيثيك أو أخلاقي، إيكولوجيكلي لازم يكون أيضا لا يخالف الطبيعة. والنقطة الأخرى اللي هي ريورد، يعني لازم إحنا نسمي دائما يعني تشوف الهدف يعني درسه ومن ثم تقيمه وتعطي نفسك المكافأة عليه. طيب إذا تتحقق هذه في كل هدف لازم تتحقق عندك هذه النقاط حتى يحقق الهدف. طيب التمرين اللي أريد أقول عليه بأنه أنت اليوم عندك هدف معين، خلينا نقول هذا الهدف المدة مالته خلينا نقول سنتين على سبيل المثال، توقف في خط مستقيم. نعم.
انت اليوم في الوقت الحاضر وينك انت؟ مش راح تسوي اليوم انت طيب تسد عينك عن طريق التمرين كثافه الحسيه، بتشوف نفسك كل شيء، يعني تتصور الموقف، الاصوات، الحس، تتصور الموقف، يسوون تمرين كثافه الحسيه، ومن ثم تنطلق خطوه للامام، بتشوف نفسك بعد 6 شهور وين انت؟ طيب تشوف نفسك بعد 6 شهور، تعيش الحاله، تعيش الوضعيه، الكثافه الحسيه، تعيش كلها، ومن ثم تنطلق الى بعد سنه، الى سنه ونص، الى سنتين، كل خطوه بخطوتها تعيشها حتى شنو؟ حتى تقرب الهدف حسب قانون الجذب. ولكن قانون الجذب ما يشتغل اذا انت متعب نفسك يوميا تخطو ولو خطوه بسيطه باتجاه تحقيق الهدف. طيب دكتور كريم، بشكل جاي نعم. طيب بعض الاشخاص يكتبون اهدافهم والبعض يكتبوها بصيغه الحاضر، بصيغه انه هذا الشيء صار وانتهى. بعض الاشخاص هم يكتبون هاي الاهداف ويحاولون انه يشتغلون على نفسهم ويشتغلون ويا قانون الجذب ويحاولون انه يبذلون جهد كافي على مود تتحقق هذه الاهداف ويتخيلون والصوره تكمل في بالهم، ولكن يصلون مرحله معينه احتمال هذا الهدف ما يصير او ما يكمل او يتاجل. ضروره انه الواحد ما يتخاذل او طاقته ما تنزل في حال انه هذا الهدف ما تحقق، او في حال هذا الهدف محتاج وقت اكثر ومطلوب انه جهد اكثر على مود يتم تحقيقه. بعض الاشخاص يشعرون بخيبه امل، يشعرون انه هم اشخاص غير نافعين، ما قدروا يحققون المطلوب، فشوية نفسيتهم تتعب. ضرورة أن الواحد يسلط الضوء على أن الواحد ما لازم تتعب نفسيته أو يختل نفسيته بسبب أنه ما حقق الهدف المطلوب خلال نهاية هذه السنة. بالضبط، ولذلك في آخر نقطة من 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 قوات الهدف اللي هي الريفيو. نعم. يعني أنت دائما تقيم وتشوف بالريفيو، لما تيجي تقيم أنت وين وصلت بالهدف. قد تحتاج وقت أكثر، أوكي لا ضيق، أنت وقت أكثر، يعني أمدد، لأنه هذه الريفيوز، يعني طبعاً نقطة أخرى، يعني غير الريفيوز، الهدف يجب أن يكون أنت المسؤول عنه، مو الآخر المسؤول عن تحقيق الهدف، إطلاقاً ما يشتغل، هذه نقطة مهمة جداً، بأنه الهدف لازم يكون تحت مسؤوليتك أنت، يعني أنت من يتحكم، أنت اللي تريد تحقق الهدف، ما يعتمد على الغير، يعتمد على نفسك. نقطة مهمة جداً للمشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الشرقية، بأنه كل هدف لازم تصير عنده غاية، كل هدف لازم تصير عنده غاية، الغاية يجب أن تكون غاية ترتبط بالركن الروحاني. إذا أخذنا أركان الحياة، الركن الروحاني، الركن الشخصي، الركن الصحي، الركن الاجتماعي، الركن العلمي، الركن الاقتصادي، فالغاية يجب أن ترتبط بالركن الروحاني. مشاهدينا الكرام، نقطة مهمة جدا في عملية تحقيق الأهداف، بأنه الغاية من الهدف يجب أن تكون روحانية، يجب أن تشمل الغير، يعني تشمل الكون. يعني على سبيل المثال، واحد يريد يصير طبيب، ليش يصير طبيب؟ مرة واحد من المرات قال لي دكتور أنا عندي هدف يصير طبيب، قلت له شنو السبب؟ قال لي حتى تصير عندي فلوس، حتى تصير عندي مكانة اجتماعية، قلت له ما يشتغل هدفاتك، ما راح تكون طبيب ناجح، تكون طبيب ناجح حتى تفيد الآخر، حتى تفيد المجتمع، حتى تكتشف شيء جديد. هنا يشتغل الهدف، هنا يصير عندك توافق مع ذبذبات الكون، لأنه الهدف كل ما كان ارتباط روحاني كل ما اصبح الكون يجاوبك بشكل ايجابي. دكتور كريم، اريد بس استوقفك، انت قلت راح تنطينا يعني تمرين هذا اهداء لمتابعي قناه الشرقيه، فاريد اعرف حلو، فاريد اعرف شنو هو التمرين المناسب اللي ممكن الناس يعني تمارسه خلال هذه السنه حتى تقرب الهدف مالتها اكثر من عندها، لان احنا نعرف انه اكو بالفعل تمارين تشتغل على ترويض العقل الباطن والريزلت مالتها او النتائج مالتها حلوه على الواقع. يعني احنا التمارين اللي نقولها هي طبعا تمارين عمليه، يعني طبعا هذا التدريب العملي بحاجه الى مدرب، يعني بحاجه الى مدرب مختص يرافق الشخص عبر جلسات من الكوتشنج، طيب حتى يقدر شويه شويه يقدر يقرب الى تحقيق الهدف. ولكن انا مثل ما قلت قبل شويه، بانه مشاهدينا الكرام كل واحد فينا يقدر يوقف مثل ما قلت في خط مستقيم، يعني عندك الحاضر وعندك المستقبل وعندك ابعد من المستقبل. طيب اكو عده تمارين، انا اللي اشوف التمرين البسيط بانه انت توقف بالوقت الحاضر وعندك الهدف على سبيل المثال تريد تحققه، تشوف وينك انت، شنو امكانياتك، شنو مصادرك، ايش تقدر تسوي حتى تحقق هذا. على سبيل المثال ابي اتعلم لغه انجليزيه، طبعا انا ما ينطبق علي لانه اتكلم انجليزيه بشكل جيد، بس واحد اللي يتعلم لغه انجليزيه، طيب ايش قد توضع سقف زمني؟ يقول انا اوضع سقف زمني لمده سنه، على سبيل المثال. طيب لمده سنه اذا اتكلم بشكل جيد،
طيب اجي اوقف اليوم، ويني انا اليوم؟ شنو مصادري؟ شنو امكانياتي؟ قد تعرف انجليزي؟ هل تعلم انجليزي يعتمد علي؟ كلها ادرسها. اوكي، اليوم انا بالوقت الحاضر ابدي انطلق خطوه للامام، يعني عبر تمرين كفافه حسيه مثل ما قلت قبل شويه، انطلق خطوه للامام، ابدي اشوف نفسي بعد 3 اشهر. طيب اشوف نفسي بعد قد ايش تعلمت اني؟ وين وصلت؟ شلون اقدر اطور؟ شلون اقدر استخدم كل امكانياتي حتى اقدر احفظ؟ بعد 6 اشهر كذا انطلق خطوه للامام. نعم. طيب هذا التمرين انا اقدر يعني كل مشاهدي الكرام يقدرون يسووه، يعني خلينا نقول يعني فد مره بالاسبوع على سبيل المثال. حتى شنو؟ حتى شنو؟ حتى يتهيئ العقل اللاواعي، العقل اللاواعي او اللاشعور في علم النفس، وهو ما يعرف الحقيقه من الخيال. يعني ما يميز الحقيقه من الخيال، يعني انت لا تقول له مثلا انا رحت في الهند وتغمض عيونك تقول انا بالهند، العقل اللاواعي او اللاشعور يصدق انه هو بالهند. على هذا الاساس احنا نقدر نتلاعب بالشكل اللي نريده ونوصل للامور الايجابيه من ضمن تحقيق الاهداف حتى نقدر نبني حياتنا بشكل جيد. نعم دكتور كريم الترابي، شكرا لوجودك بصباح شرقيه اليوم، نورتنا، وان شاء الله يا ربي المشاهدين استفادوا من الطرق اللي قدمتها والتدريبات اللي قدمتها على مود يستفادون من تحقيق اهدافهم. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لكادر قناه الشرقيه وايضا مشاهدي قناه الشرقيه الكرام. يا شكراً لك دكتور. شكرا. طبعا مثل ما شفتم مشاهدينا أهمية تسليط الضوء على الأهداف بالطريقة الصحيحة، لازم هاي الأهداف تكون مدروسة، لازم عندك رؤية خاصة، وقانون الجذب وحدة مو كافي مثل ما ذكر الدكتور، لازم الواحد يبذل المجهود الكافي على مود يقدر يحقق أحلامه. يعني مستحيل الواحد يكون قاعد بمكانه ويقول يا ربي أنا لازم هاي الشغلة تصير، لازم هاي الشغلة تصير، لازم هاي الشغلة تصير، بدون مستحيل. طبعا الأمل والعمل شغلتين كلش مرتبطات ببعض حتى تحقق الهدف اللي أنت تريده. وأكو هواي ناس بسيطين يعني كانت احلامهم خلينا نقول شيء كبير، واحنا كنا مثلا نقول مستحيل وما راح يصير، وهذا وين وش يريد يحلم، بس بعدين اثبتوا للعالم كله انه بالاراده الاشياء الصعبه تتحقق. طبعا رولا نذكر بسؤالنا التفاعلي لحلقه اليوم اللي يقول علميا وعمليا على شنو راح تركز هذه السنه اللي هي 2023؟ انا مريت على هواي اجابات، وحده من الاجابات كلش لفتت انتباهي، اكو وحده تقول البيت والجهال ماكو غيرهم. فهذه رسالة من صباح الشرقية لكل الأمهات اللي قاعدين يتابعونا، يعني it's not fair، هذا ليس بعدل. خلينا نقول الواحد بسنة جديدة دائما وأبدا يفكر بنفسه ويفكر بالآخرين وباللي حواليه، فنحاول إيش قد ما نقدر نوازن شوية لنفسي وشوية للناس اللي حواليه. لو شو تقولين رولا؟ أنا أيد ضحى طبعا، ورسالة لكل الأمهات اللي يتابعونا، لكل صاحبة أسرة، صحيح هدفك جدا بسيط انه هو الحفاظ على هاي الاسره والتوفير، ولكن تعرفين انه هدفك جدا عظيم، لانه انت شغلك 24 ساعه على مدى الاسبوع، ما عندك بريك، ما عندك اي شيء، لكن انطي شويه وقت لنفسك، ركزي على نفسك اكثر وعلى صحتك مثل ما ذكرنا في بدايه الحلقه. طبعا اكيد رولا، ومن هذا الحكي ومن هذا الحديث الى حديث عن كل شيء أحبه اللي هو الأعمار اليدوية والصناعات التراثية المحلية والأكلات والحلويات، هذه كلها مجتمعة بالبازار والمهرجان الشتوي السنوي بالسليمانية، اللي لولا احنا هسه بدبي احنا يمكم، واللي يختص بالصناعة والإنتاج المحلي وتعريف الجيل الجديد على التراث مالتنا القديم. خلونا نروح لهذا التقرير ونشوف شلون أجواء البازار. شاركنا بهذا المهرجان، مهرجان شتوي في مدينة سليمانية، ويقام كل سنة في كل فصول، ويشارك يعني كل أشخاص بأعمال يدوية وأكلات كردية، ومهرجان كلش زين. الإقبال كان يعني الأشخاص كان فرحين، ويعني نتمنى أن تكثر هذا المهرجان
لأنه دعم للشباب وإلنا كمان. احنا من أربيل جايين لسليمانية. مهرجان حلو يعني شتوي، يتكون من أشغال يدوية يعني تراثية، يعني مهرجان حلو يعني، والله كل شيء حلو يعني، الملابس والأكلات ومثلا عسل، الإنتاج الداخلي مالتهم شيء حلو يعني. أتمنى يعني بكل المكان يعني، حتى أكو مكانات يعني يسوون خيرية همينة يعني، كلش زين حلو، كله محلية يعني، شيء داخل إنتاج محلي يعني، وهذا الشيء كلش زين يعني. المهرجان هذا مهرجان الشتوي، يفتح كل سنة، وأني شاركت بالأعمال اليدوية التراثية. هذا الأعمال كلها أعمال تراثية، تراث كردي، وغرض المشاركة من هاي المهرجان بالنسبة لي بس أريد يتعرف الجيل الجديد على التراث القديم. هذا المهرجان الشتوي اللي يقام كل سنة، تعرض به المنتجات المحلية فقط، لا يوجد استيراد، فكلها منتجات مع المعامل أو الأعمال اليدوية، من مواد غذائية إلى طراشي، الأكلات التراثية القديمة الكردية، الحياكة، الإكسسوارات القديمة والتراثية على مود أحيائها، بنفس الوقت ملابس، خياطة، يعني صناعة الخال، دبس الرمان، دبس التمر، هذه كلها موجودة مع أنواع الحلويات الكردية اللي بالجوز واللوز، قمر الدين، قمر الدين المشمش، قمر الدين الرمان. أكيد أكيد نتمنى أنه هاي المهرجانات تكثر. ليش؟ لأنه يعني الأغلبية عندها هوايات، فبالنسبة للشباب من كلا الجنسين يعني الفتيات والشباب، أنه يحبون هاي الأعمال، يشتغلون بها، يطلعون طاقاتهم، وبنفس الوقت احنا هم كربات بيوت في بعض الأحيان همين نحب نشتغل. ويا نساء وشابات، يعني أحيي الشباب والشابات لأنه أغلبهم خريجين كليات ومعاهد ويشتغلون يعني قضايا فنية لطيفة جدا، فأكيد احنا نكيف بهيك مهرجانات حتى تبرز المواهب الموجودة عند الشباب الخريجين بالتحديد. أني أقول نحن نشاركنا بهاي المهرجان الشتوية والسنوية بسليمانية، كل أشياء بهاي المهرجان محلي، مثل عسل والإنتاج المحلي، كلينس أو كل شيء محلي بالحال. اي والله نتمنى كل سنه هالمهرجان يفتح بسليمانيه. الناس كثير يجون بهاي المهرجان، يعني كل شيء زين بهاي المهرجان، والسعر رخيص. بلين كل شيء موجود، كل شيء، بلين قيسي والجوز وجوز والمواد تنظيفات، كل شيء موجود.
طبعا هذا التقرير تقرير اكثر من رائع، وكل الاشخاص اللي موجودين بالسليمانيه او قريبين على السليمانيه يقدرون انه يتوجهون لهذا البازار ويدعمون الصناعه المحليه ويدعمون نسائنا اليوم. كل الحب لكم وكل موفقيه، وان شاء الله نشوف اعمالكم في بازارات اخرى. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو علميا وعمليا ماذا ستركز في بدايه السنه الجديده؟ شفنا هواي تعليقات، ومن اكثر التعليقات اللي لاحظناها انه أخذنا الشهادة وبلشنا شغل جديد وبعدنا قاعدة ندرس من الثمانية للثنتين الظهر ونرجع نروح من الخمسة العصر للثنتين بالليل للشغل. الله يقويكم وإن شاء الله تقدرون تحققون كل أحلامكم وأمنياتكم. أكيد رولا، نتمنى الموفقية لكل الناس اللي قاعدين يتابعونا، وأكو ناس يعني صدق مناضلين، هذول اللي يشتغلون ويدرسون ولا عندهم عائلة ويصرفون عليها يعني فاتحين عائلتين، بيت الخاص وبيت أهله. صدق تحية حب لكم. دائما الإنسان اللي من هذا النوع لازم دائما يذكر نفسه أنه هو قوي. بالفعل أنت إنسان قوي وراح تتبارك كل خطواتك هذا العام وكل الأعمام. طبعا رولا، من هذه المواضيع إلى الأخبار، كلش أحب ويا يعني بداية 2023 خلينا نشوف العالم شو نظام منه، خلينا نشوف الأخبار المنوعة اليوم. صباح عليك بالخير، كل عام بخير. صباح الخير ضحى، صباح الخير رولا، وعام سعيد، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة 2023 سنة تحقيق الأماني والطموحات للجميع. آمين يا رب العالمين. خلينا نبدأ الأخبار. راح نشوف الأخبار ونتابع مع مشاهدينا. صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى أولى وقفاتنا لنهار اليوم مع هذا الموجز الإخباري من برنامج صباح الشرقية، وما زلنا مع أجواء العام الجديدة. استقبل العراقيون العام الجديد بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ بلدهم وينهي أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وينعم عليهم بالأمن والطمأنينة والسلام. وشهدت بغداد والعديد من المدن العراقية احتفالات عفوية واسعة بقدوم العام الجديد، تضمنت ألعابا نارية ومقطوعات غنائية عبرت عن الأمل بمستقبل زاهر للبلاد. ومن أجواء السنة الجديدة في بغداد والمدن العراقية إلى قطاع غزة بملابس بابا نويل، وادعى راكبو أمواج في غزة عام 2022 وقدموا أمنياتهم بعام جديد سعيد خلال يوم من المرح أقيمت فيه ألعاب مائية، و سحبت زوارق سريعة راكبي الأمواج الذين صعدوا إلى الألواح قبالة شاطئ غزة. يعد شاطئ البحر منفذا عزيزا على سكان القطاع من أجل الاسترخاء والهروب من ضغوطات الحياة اليومية. تتواصل على قدم وساق الاستعدادات في محافظة البصرة لاحتضان بطولة خليج 25 وسط حفاوة البصريين لاستقبال الضيوف العرب، وأكد مواطنون بصريون أن البصرة هي دار لكل المشجعين العرب وإن منازلهم مفتوحة أمام الضيوف القادمين من دول الخليج العربية. أصيبت الحركة التجارية في العراق بالشلل نتيجة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي وسط مخاوف من حدوث مجاعة في حالة استمرت الأزمة، ودعا مواطنون في الأنبار إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية لوضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية ومراقبتها ومنع المتاجرين من التلاعب بقوت الناس. يواجه المسافرون من الصين الآن قيودا عند دخول أكثر من 12 بلدا مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد-19 بعد انضمام أستراليا إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها. وبدأت موجة قيود السفر مع توقع البلدان زيادة عدد الزوار الصينيين بعدما أعلنت بكين أن الحجر الصحي الإلزامي للركاب الوافدين سينتهي في 8 من كانون الثاني يناير الجاري. بعد 11 عاما من الحرب التي أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج زيت الزيتون بسوريا، بدأ الإنتاج في التعافي ببطء في موسم 2022 مع محصول أعلى من المتوقع يمكن أن تزيد من نسبة الصادرات.
ومع ذلك فالإنتاج ما زال بعيداً عن حجمه قبل الحرب، وذلك لأسباب عديدة لا تقتصر على الحرب فقط. صورة وحكاية، مشروع بدأته صانعة أفلام الكرتون الفلسطينية الشابة علا بركات، والتي تصنع أفلام رسوم متحركة تصور قصص حياة أشخاص يعانون من التمييز أو العنف في الأراضي الفلسطينية. وعن طريق إبداع أفلام رسوم متحركة مع رسالة، تعمل علا بركات مع منظمات محلية مختلفة، وشاركت أيضا في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية التي كان أحدثها في الأونة الأخيرة مهرجان تيرا دي توتي الأرض للجميع السينمائي في إيطاليا، والذي يقام في بولونيا سنويا. يعمل الحرفي جوزيف عقيقي جاهدا للحفاظ على صناعة اللبادة، وهي غطاء رأس تقليدي في قرية حراجل الجبلية اللبنانية شمال شرق العاصمة بيروت. في ورشة عمله بالطابق السفلي في منزله، يمزج عقيقي صوف الغنم بالماء والصابون الطبيعي ليصنع بعناية قبعة مخروطية الشكل. وتشك اللبادة أن تندثر، إذ أنها غالبا ما تستخدم كقطعة زينة بدلا من كونها قطعة ملابس. مع هذا يعتقد عقيقي أنه يمكن الحفاظ على تلك الصناعة التقليدية ونقلها إلى الأجيال القادمة. إذن بهذه الصناعة التقليدية نصل من لبنان، نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الشرقية مع ضحى ورولا. إليكما. شكرا لك سمراء على هالأخبار المنوعة. طبعا مثل ما ذكرتي اخبار جدا منوعه، من شمال العراق الى جنوبه الى الاحتفالات الى ختامها مع لبنان. بس ما سالناك احنا سؤال حقا تفاعلين اليوم، اللي هي اهدافك، شنو حابه تركزين على الاهداف العمليه والعلميه ولا الصحيه منها؟ ربما العائليه اكثر شيء. العائليه. عجبني تعليق لمتابعه انها يعني ستهتم هذه السنه بالبيت واطفالها. لا، السنه راح اركز بس على اطفال زوجي لان ما عندي شيء، خصوصا الاطفال. الزوج خلاص انسان بالغ راشد راشد الاطفال. الاطفال اعتقد ربما اكبر تحدي يواجهه الامهات هو الاطفال في عصر التكنولوجيا. ف يعني اوجه نداء تقريبا لكل امهات، ركزوا على الاطفال. بس يعني سمراء شد اقول لها رولا، وحتى نحكي على الهواء نقول انه شويه لازم الاتزان والاعتدال، مثل ما تهتمون باطفالكم لازم تنطون وقت او مساحه لنفسكم. نعم، لا يخلو الامر. يعني لا يخلو الامر، لانه الانسان بالنهايه يتعب، فخصوصا الامهات كثر ما تنطي تتعب، فمحتاجه. والعاملات بالخصوص، العاملات يعني عليهم مسؤوليات خارج البيت ثم تعود لداخل البيت. الأم الموظفة. الموضوع صعب نوعا ما. كل التحية لك ولكل الأمهات اللي يتابعونا، الأمهات القويات، الأشخاص اللي فعلا احنا نقدر نستند عليهم. شكرا لك سمراء على مشاركتك. شكرا لكم. يومكم سعيد. شكرا. مش سعيد. طبعا نرجع مشاهدينا نذكركم، في حال فوتوا فقرات سابقة، ما شفتوا حلقات سابقة، عجبكم أنه تعيدون فقرة معينة من حلقتنا اليوم، يقدرون تشوفوه على QR كود يظهر أسفل الشاشة، يأخذكم مباشرة لصفحتنا خاصة بصباح الشرقية على اليوتيوب. طبعا رولا نسعد هواي بإجابات كل من يشاركنا اليوم عبر سؤالنا التفاعلي، ونريد صدق نعرف شنو الناس مركزة عليه، الأهداف العلمية أو العملية أو غيرها. فأكو إجابة حلوة تقول تطوير نفسي، هذا الهدف اللي أحس كل سنة الإنسان لازم يجدده، كل سنة الإنسان لازم يشتغل على أنه يطور من نفسه ويباوع على روحه أكثر حتى يعرف شنو الأشياء الحلوة به حتى يزيدها ويباركها خلينا نقول، وشنو الأشياء المحلوة أو السلبيات ونحاول أنه نتجاوزها أو نغيرها ونستبدلها بعادات حلوة. وأعتقد رولا أجا الوقت أنه نقول جود باي، مع السلامة لكل الناس اللي يضوجونا، الناس السلبيين اللي يزعجونا. It's the time أنه نقول لهم إلى اللقاء بهذه السنة وبداية هذه السنة، لأنه البيئة إذا ما تتغير، البيئة اللي حوالينا رولا، راح نبقى إحنا نفس ما إحنا. فدائما طور نفسك وغير من روحك وبدل البيئة المحيطة إذا كانت بيئة سلبية، حتتغير أفكارك. هذا الشيء طبعا أنا أيدش به، لأنه نجاحنا أحيانا يعتمد على البيئة اللي نكون بيها. طبعا. تحقيق أهدافنا تعتمد على الأشخاص اللي يكونون حوالينا، فإذا كان الأشخاص اللي حوالينا يحاولون أن يكسرون من نفسيتنا، يكسرون من تحقيقنا لأهدافنا، من الممكن أنه ما نوصل بسببهم. فمثل ما ذكرت
ضحى نتخلص من الأشخاص السلبيين اللي حوالينا واللي بحياتنا على مود نقدر نوصل لأهدافنا الصحية. راح ننتقل وياكم مشاهدينا إلى زين وياسمين، ويسعد صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير. يسعد صباحكم رولا وضحى وأيضا كل مشاهدي برنامج صباح الشرقية، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. يا رب تكون هاي السنة سنة جديدة عليكم وتتحقق جميع أمنياتكم، والأمان اللي ما تحققت يمكن بالعام الفات إن شاء الله هالسنة تتحقق لكم. طبعا بداية جديدة، واليوم أول حلقة بعد ما مرينا أو فتنا بعام الجديد. إن شاء الله نتمنى همنا يكون عام جديد مليء بالمفاجآت الحلوة على كل كادر صباح الشرقية وأيضا على كل المشاهدين. كل عام وأنت بألف خير زين وياسمين، إن شاء الله أتمنى لكم سنة مليانة بالمسرات والخير والأفراح والأخبار الحلوة، وإن شاء الله تطور على جميع الأصعدة. وأريد صدق أسألكم السؤال التفاعلي لحلقتنا لهذا اليوم، علميا وعمليا صحيا ماديا، على شنو راح تركزون هذه السنة؟ وأبدأ السؤال ويا زين وخلي نسمع منك ومن ياسمين. صراحة بالبداية صباح الخير عليك ياسمين. صباح الخير زين. اليوم احنا كل عام اكو لسة جديدة من الامنيات والاهداف، هاي لسة تتجدد تنضاف عليها الاهداف والشغلات اللي احنا ما حققناها من العام الفات. لكن انا شخصيا على الصعيد الشخصي ممكن راح اركز اكثر على التطوير المهني، وشلون واحد يغير ويضيف سكيلز ومهارات جديدة للشغل اللي هو دا يسوي، لانه تعرفون بمرور الوقت وانتم باقيين نفس الشغل تسوون نفس الروتين تحسون انه فد شيء يعني خلاص صار روتيني، تحسون انه الحماس شوية اقل، فلازم الواحد ينقال هدف جديد. برأيي انه كل شخص حتى يتفادى هذا الشيء بالضبط، انه بهذا الحماس الجديد ويا بداية جديدة لازم واحد يحدد له كم هدف جديد وياها يتعلم شغلات جديدة بشغله، خصوصا اللي عندهم شغل. اللي ما عندهم شغل ممكن يركزون على انهم يقوون نفسهم، يطورون من لغات مالتهم، ايضا يطورون من مهارات ثانية. اكيد زين. اول شيء اصبح عليكم صبايا وكل عام وانتم بألف خير، اتمنى انه يكون هذا العام عام كله خير وسعادة ومحبة ووئام وتوفيق لكل العراقيين ان شاء الله. سؤالنا التفاعلي يهتم انه شنو الاشياء او النقاط اللي احنا راح نركز عليها بهذه السنة. انا شخصيا ممكن انه راح اركز على او اكرس اهتمامي على التغذية، ممكن الرياضة. حقيقة انا كلش زين يعني مفتقدة هذه، يعني كل شيء اكل ما اهتم، او ممكن يعني بدي العب رياضه. ياسمين صباح الشرقيه هالسنه بالضبط. صباح الشرقيه هاي السنه كله صحي، كله ما تعتمد على الصحه. انا ما ادري ويا من راح اكل بيتزا برجر اشياء مو صحيه صراحه. انا ما سمعتكم رولا كانت تقول انه انا هاي السنه راح اركز على الاشياء الصحيه. كل شيء ناكل لازم نهتم بغذائنا طبعا، اكيد الصحه وياك بالاوفدي مالتي اخرب وياك قالت رولا وعدتني هسه، قالت الايام اللي رولا وضحى الايام اللي راح تسوي بيها اوف راح تجي وياي حتى يعني ندمرها سوي وياها. طبعا اكيد يعني يبقى الهدف اللي طول السنه يعني يراودنا ويكون ويانا هو تجديد الشغف. لازم كل انسان يسال روحه شنو الاشياء اللي تخلي شغفي دائما متجدد وحبي للحياه يزيد وما ينقطع، وشلون لما نفشل مثل ما قالت رولا ما نفقد الامل، لا نريد نرجع ونحاول من جده وجديد. طبعا ياسمين وزين احنا راح نترككم ويا فقراتكم، متاكدين انه محضرين شغلات حلوه ويلا متابعين وياكم اكيد. شكرا لكم ضحى ورولا على فقراتكم، ايضا نرحب بكم مشاهدينا من جديد ونجدد عليكم التحيه الصباحيه باولى حلقات صباح الشرقيه لهذا العام الجديد. وسؤالنا التفاعلي لحلقه اليوم هو شنو هي طموحاتكم وشنو هي اهدافكم العلميه والغير علميه وعمليه ايضا اللي راح تركزون عليها في بدايه هذا العام. حابين نسمع من عندكم من خلال التعليقات على صفحة الشرقية على الانستغرام، تقدرون تمسحون الكيو ار كود الظاهر اسفل الشاشة حتى ياخذكم على بالضبط البوست. تفاعلوا حتى نقرا التعليقات. وزين اكثر التعليقات كانت من ناحية العمل، انه يطورون روحهم مثل ما قلنا، يعني مهارات ممكن انه يتعلمون اكثر، وبالبداية وبالنهاية ممكن بممارسة العمل او من خلال الايام زين الانسان يكتسب مهارة، ولكن اذا كنت اكثر طموح راح يصير يعني ممكن حلو. ياسمين يعني نسيت فد شيء كنت
او دائما اطمح اسويه اللي هو اروح للجيم. فان شاء الله هذه السنه يعني شويه التزم. يعني تنضم ويانا الفريق زين؟ انا من انت حكيت تذكرت لانه يعني هذا الوعد وهذا هذا الشغف دائما كل عام نقول انه لا بدايه هاي السنه لازم احنا نروح، لانه همين دا اقرا كومنتات اكو شباب كاتبين انه نقول نلتزم بالجيم نروح صحيح. على تحتاج لها اراده صالات رياضيه، لكن احنا ما نلتزم، يحتاج لها اراده. الاراده هي كلش مهمه بالضبط، حتى بالتالي نحقق اللي احنا نريده من ناحيه العمل وايضا من ناحيه الاجتماعيه. زين شنو رايك من ناحيه الاجتماعيه شنو راح تسوي بهذه السنه؟ اجتماعيه ممكن انه اوسع من نطاق اصدقائي او توسع لا احنا نتعرف على اشخاص جدد، لكن هم بين فتره وفتره يحتاج انه نسوي فلتره. لا انا هالسنه راح اقلص دائره المعارف. تعتمد على الاشخاص اللي يعني سلبيين. اكيد اكيد صحيح. خلونا نروح لضيف الحلقه. يعتبر الاطفال بكافه الاعمار هم الاكثر عرضه للاصابه بالامراض والالتهابات، كون مناعتهم تختلف عن المناعه الكبار، ويحتاج لهم اكثر اهتمام بما يخص صحتهم، ومن ضمن هذه الالتهابات الشائعه هو التهاب الاذن الوسطى. راح يحدثنا اكثر عن هذا الموضوع ضيفنا لليوم الدكتور محمد سعيد. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير وكل عام وانت بخير دكتور. ان شاء الله. سنة سعيدة عليك. ان شاء الله. قبل لا نبدي بفقراتنا او اسئلتنا لهي الفقرة، حابين نسمع من عندك دكتور، انت ويا السنة الجديدة شنو هي طموحاتك؟ او شنو مخلي ببالك انت كطبيبة من العالم، ممكن تحب تسمع من عندك شنو هي اهدافك لهذا السنة؟ صباح الخير اولا، انا محمد سعد مو سعيد. محمد سعيد. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. والله بالنسبة لنا كطبيب يعني لازم دائما انت تكون ابديتد، يعني 2022 23 كل ما طول المده كل ما انت تطلع لك ابحاث جديده، تطلع لك انشالات جديده، بحيث انت تقدر تطور نفسك وتطور عملك بما يخدم المريض اللي يجي عندك يتابع. فبصراحه هو يعني كل يوم جديد كل ما تطلع لك شغلات جديده من ناحيه الامراض، من ناحيه العلاجات، تطوير المهنه. تحتاج انه تواكب هاي التطورات. طبعا اكيد طبعا طبعا تاكيد. كل طبيب لازم يعني هيك. جيد. بالتوفيق لك دكتور. بالتوفيق دكتور. دكتور خلينا نبلش موضوعنا لهذا اليوم. من الأمراض الشائعة هي التهاب الأذن الوسطى عند الكبار، ولكن بالفترة الأخيرة بلشنا أنه يعني نكتشف هذه الأشياء أيضا تصادف الصغار. طيب إحنا شلون ممكن نعرف أو ما هي بالبداية، خلينا نعرف ما هي التهابات الأذن الوسطى بداية؟ هو حتى بس نعرف تركيب الأذن شو يصير. إحنا الأذن نقسمها تقسيم التشريحي اللي هو أذن خارجية وأذن وسطى وأذن داخلية. الأذن الخارجية اللي إحنا نشوفها صيوان الأذن والقناة الخارجية الأذنية الخارجية، وعندنا الأذن الوسطى اللي هي تبدي من طبلة الأذن، وراها أكو ثلاث عظمات مسؤولة عن نقل الاهتزازات والذبذبات اللي توصل إلى الأذن الداخلية. الأذن الداخلية تتكون من جزئين اللي هو جهاز الاتزان والقوقعة. طبعا هذول مرتبطين بالعصب السمعي اللي يتوجه للدماغ ينقل الإيعازات إلى الدماغ. الغالب الأطفال اللي تصير عندهم هاي الالتهابات، طبعا تقريبا 70% من الأطفال تصير عندهم التهابات الأذن الوسطى قبل لا يوصلون عمر 3 سنوات، يعني من كل 10 أطفال تشوفيهم هم صاير 7 من عندهم صاير عندهم التهاب بالأذن الوسطى. سبب الالتهابات اللي تصير عند الأطفال أنه هاي الأذن الوسطى دائما تكون مليانة بالهواء، الهواء وداخلها هاي الثلاث عظمات، ومنها تصير يعني من الخارج اللي هو يكون الطبلة. اللي يصير ارتشاح. شنو الارتشاح؟ انه سوائل تصير خلف طبلة الأذن، سببها تصير غالبا بالتهابات بالأذن الوسطى. تجينا هاي الالتهابات عادة اما عن طريق الأنف، لأنه طبعا اكو فد اتصال بين الأذن الوسطى وفتحة الثروت يعني اللي هي الحلق يعني الحنجرة. قناة أوستاكي، هاي قناة أوستاكي تحفظ الضغط داخل الأذن، تحفظ التوازن. بسبب الارتشاح اللي بسبب الرشح او بسبب التهابات بالجيوب الأنفية او التهابات مثلا باللوزتين او البلعوم، راح ينتقل الالتهاب الى الاذن بانه هاي القناه أوستاكي راح تنسد، تصير بيها افرازات، فهاي الافرازات راح تسبب لنا الالتهاب. الاطفال معرضين اكثر من الكبار دائما لعده اسباب. السبب الرئيسي انه قناه أوستاكي عندهم اصغر مما هي عند الكبار، وتكون بشكل افقي اكثر مو شكل عمودي، هذا يساعد انه الجراثيم تنتقل لها بسهوله يعني بسهوله اكثر مما هي عند الكبار، لذلك تشوفهم معرضين لهذه الالتهابات تحديدا بين 6 أشهر، عمر 6 أشهر الى عمر سنتين. زين دكتور انت قلت يمكن هاي خلينا نقول الفئه العمريه بالتحديد ممكن تكون معرضه اكثر للاصابه بالتهابات داخل الاذن،
وحكيت عن أسباب، لكن هل هذا الشيء ممكن يتطور بعدين لفئات عمرية يكون الطفل مو كلش كبير، ما واصل إلى عمر 10 سنوات لكن أقل، هل هذا الشيء راح يختلف أو البرسنتج نسبة إصابتهم بالتهابات داخل الأذن تكون نفس الشيء مثل الرضع؟ كل ما يكبر كل ما تقل نسبة الإصابة. احنا قلنا الإصابات إلى حد 3 سنوات حوالي 70% من الأطفال، لكن اللي يعبرون إلى حد 8 سنوات هذول اللي صار عندهم التهابات حوالي ربعهم بس يتكرر عندهم إلى حد 8 سنوات. ممكن يعني يتكرر هذا طبعا الشيء. 25% يتكرر من عندهم الالتهاب، انه دائما يصير مره ثانيه ومره ثالثه. وهنا طبعا احنا دور الطبيب انه لما يشوف الطفل صار عنده التهاب وراش كم شهر اجى عنده التهاب مره ثانيه بالاذن، لازم نشوف شنو السبب. غالبا الاسباب اللي تؤدينا الى تراكمات او التهابات متكرره بالاذن الوسطى طريقه الرضاعه تفرق كلش ويانا. احنا قلنا قناه اوستاكي بالاطفال راح تكون شويه مائله للافقيه وليست العموديه، فهذا لما الام ترضع الطفل هو الطفل نايم فلات على متسطح بشكل كامل، هذا راح يساعد انه الحليب يرجع ممكن الى قناه اوستاكي ويروح الى الاذن وتكون وسط للالتهاب. فننصح الامهات دائما انه يكون راسه مرفوع بتقريبا 30 درجه او اكثر حتى الحليب ما يرجع الى الاذن. قد يكون عنده مشكله بالانف، حساسيات الانف دائما او ما يسمى بالزوائد اللحميه او الناميات اللي تصير خلف الاذن خلف الانف، هاي تسبب ايضا ضغط على الاذن وتسبب تكرار بالالتهاب. احيانا بعض الامراض اللي نسميها مثلا الارتجاع الصامت، الطفل عنده ارتجاع وهي طبعا تصير قبل عمر السنه عاده، انه الحليب يرجع من المريء من المعده الى المريء بسبب صمام المعده والمريء يكون راخي شويه، فيرجع الحليب اثناء النوم فتصير عنده شلون قلنا اللي بالرضاعه يكون نايم فلات، فنفس الشيء الحليب يرجع فيسبب له التهاب. هنا دور الطبيب انه لما يتكرر الطفل وهو يعرف الطفل مثلا قبل شهر كان عنده التهاب او قبل كم شهر كان عنده التهاب وصار عنده المره الثانيه والثالثه، انه نشوف شنو السبب حتى نعالج السبب حتى نمنع تكراره لمره اخرى. طيب دكتور، مثل ما ذكرت حضرتك انه الالتهاب يصير ما بعد طبله الاذن، صحيح؟ طيب كيف ممكن اليوم الام تعرف انه ابنها مصاب بالتهابات الاذن الوسطى؟ العلامات، اكو علامات احنا يعني لازم كل ام تكون واعيه تجاه هاي العلامات. اول علامه انه يصير عنده الم بالاذن. مرات اكو اطفال طبعا الصغار ما يقدر يحكي، يعني صح. ممكن صحيح. يمكن يكون سنتين او اكثر شويه يقدر يأشر يجرب اذانه، لكن الاعمار الاصغر اللي هم الرضع اللي اقل من سنه عاده يصير عندهم بكاء هستيري، يعني شو تسوي لما يسكت، وغالبا هذا البكاء يصير لما الطفل نايم. لما تشيله طبعا إلى علاقة التهاب الأذن الوسطى بطريقة النوم، حتى لما يصير الالتهاب نقدر نميز، يعني الطفل من أشيله يكون بوضع عمودي يخف الوجع عنده فيخف البكاء، لكن لما يرجع ينام أو يكون نايم بشكل جانبي أيضا يزيد عنده الألم بشكل يعني نسميه بكاء هستيري تحديدا. حرارة تكون مرتفعة، أنه أحيانا يجرب أذانه، قلة بالرضاعة أو صعوبة بالرضاعة، فهاي العلامات اللي هي تصير غالبا بالتهاب الأذن الوسطى. أحيانا يصير حتى إفرازات، وهاي الإفرازات تصير بسبب أنه صار التهاب كلش قوي، صار ما نسميه اللي هو البص أو الصديد، فالضغط داخل الأذن الوسطى راح يرتفع فيصير أكو ثقب بطبلة الأذن، فراح تطلع الإفرازات. تشوف الأم الإفرازات تكون غالبا لونها أبيض، فهذا معناته أنه لا يعني أكو التهاب، ضروري أنه تشوف الطبيب. يعني بهذا لازم الأمية والأهل يكونوا شوية واعين عن المخاطر أو الأمراض الشائعة بين الأطفال. إحنا شنو اللي يصير دائما الأهالي يقول لك هذا مثلا آلام التسنين، وأكو تشابه طبعا بين آلام التسنين وآلام الأذن، طبعا مع آلام الأذن تكون يعني شديدة أكثر. آلام التسنين هم تخلي الطفل يبكي، لكن البكاء مو ذاك البكاء اللي قوي، ممكن تنطي أدول مثلا أو بارستامول فشي مسكن يهدأ الطفل، ممكن اذا ننطيفه عضاضه مال الاسنان راح يهدا، لكن التهاب الاذن لا ما راح يهدا الا اذا تنطيه مسكن قوي او تبديله بدواء التهاب. جميل، زين شنو يعني عدا انه انت قلت طرق تكون الامايه تعرف شلون ترضع ابنها او شلون تراقب صحته، بس شنو هي ايضا الطرق الاخرى للوقايه من هذا المرض؟ الوقايه طبعا الرضاعه الطبيعيه، هاي اول شيء الرضاعه الطبيعيه. تقريبا في دراسات تقول لك 60% الاطفال اللي يرضعون رضاعه طبيعيه تكون التهابات الاذن الوسطى اقل من الاطفال اللي يرضعون رضاعه صناعيه، ف 60% يعني نسبه كلش كبيره. هذا واحد. الشغله الثانيه التزام بنظام اللقاحات. طبعا للاسف يعني اكو انواع من اللقاحات ما موجوده عندنا، يعني شوي اسعارها غاليه، لكن
مو كل الناس متاحة لهم، بس أنا أنصح الناس اللي يقدرون أنه يحصلوها أنه يأخذوها لقاح المكورات الرئوية أو يسموها نيموكوكال. هذا هاي أكثر بكتيريا هي تسبب لنا التهاب الأذن الوسطى. طبعا هو احنا غالبية التهابات الأذن هي بكتيرية مو فيروسية، فالتهاب المكورات الرئوية هو رقم واحد اللي يسبب التهاب الأذن الوسطى. فهذا إلى برنامج لقاحات يأخذوه بأعمار صغيرة 2-4-6 أشهر وبعدين على السنة و3 أشهر. هاي شغلة ثانية. موضوع التدخين كلش مهم، يعني الطفل اللي يدخنون أهله يمه أو قريبين عليه معرض أكثر للإصابة بالتهابات الأذن الوسطى أكثر من الأطفال اللي ما يدخنون عندهم أهلهم. طيب الدكتور، ممكن أنه يولد الطفل هو عنده التهاب بالأذن الوسطى؟ لا، ما يصير. عادة يصير بعد عمر 3 أشهر. يعني من 3 أشهر وانت صاعدة، لكن البيك أو القمة مالتها من 6 أشهر إلى 2. طيب التهاب الأذن الوسطى هل يؤثر على السمع بالمستقبل؟ له هذه مالها؟ هو من أكثر المضاعفات اللي نشوفها إذا صار الطفل عنده التهاب الأذن الوسطى وما تعالج بشكل صحيح، أنه يصير عنده فقدان بالسمع أو فقدان جزئي بالسمع، أنه يقل عنده يعني جودة السمع. مضاعفات أخرى، ممكن هذا الالتهاب ينتقل إلى جهات أخرى. أكو عندنا عظم اللي هو يصير عظم الماستويد اللي هو خلف الطبلة، خلف صيوان الأذن، ممكن ينتقل الالتهاب. قد تصير بحالات نادرة التهابات بالسحايا قشرة الدماغ. يعني أكو مضاعفات خطيرة لالتهاب الأذن. طيب، إذا ما تشخص بشكل صحيح. طيب دكتور، مثل ما تشوف مرات الأم يعني تحتار شلون تغسل ابنها، هل طريقة الغسل الغير صحيحة يعرض الابن أو الطفل لالتهابات الأذن الوسطى؟ صح، يسبب هيك مشاكل، لكن أغلب الناس يشوفون يعني يغسل الرأس ما ينزل للأذن. يعني أنا الشغلة اللي أريد أنصح الأمهات بها موضوع تنظيف الأذن، مو ضروري أنه ننظف الأذن. يعني دائما يجيبون هاي عود الأذان على تنظيف الأذان، هاي غالبا تسبب لنا مشاكل، تثقب الطبلة أو تسوي في إشكالات. ماكو روتين انه نغسل طبلة الاذن او ننظفها من الداخل، يعني القناة الخارجية. الشمع اللي موجود اللي نشوفه احنا داخل طبلة الاذن هو اصلا للحماية، يعني حماية من الغبار، من اي جراثيم تجي علينا. فمو روتين انه ننظفها الا اذا اكو شيء طالع، ممكن تنظيف خارجي فقط بس. فقط. زين، تفاوت درجات الحرارة دكتور، اليوم همين احنا بفصل الشتاء ممكن الجو يكون دافي ونطلع برا والطفل يطلع، ممكن أي موجة برد تسبب له بالتهاب، هل هذا الشيء من عامل حتى يساعد في بالتأكيد التهاب؟ طبعا بالتأكيد. يعني احنا يعني قلنا مثلا رشح أو انسداد الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية هي عامل مباشر، طبعا عامل مباشر بالتهابات الأذن الوسطى. حتى موضوع الشتاء طبعا دائما نشوف الأطفال اللي هم بالحضانات أو بالروضات هم معرضين أيضا أكثر. ليش؟ لأنه فيروسات دائما موجودة بهذا الوسط اللي هو وسط الحضانات، فرشح انسداد بالأنف بالنتيجة راح يؤدي لنا إلى التهاب الأذن الوسطى. شكرا لك دكتور على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله الأمهات استفادوا منها ومن هذه المعلومات الجيدة. شكرا جزيلا لتواجدك ويانا دكتور. شكرا لك. إذن مشاهدينا نرجع نذكر بسؤالنا التفاعلي، على ماذا ستركز في بداية العام الجديد من الناحية العلمية والعملية؟ طبعا هواية زين حاتشين بموضوع العلمي، انه اكيد راح نطور من روحنا من ناحية التعليم، واكيد بقى هنا ضحى تقول اكيد راح اخذ الشهادة الماجستير، واكيد راح احقق طموحي وامنيات امي. كلش حلو. دا اشوف هواية من كاتب رضا، كاتب انه الشغل راح ابدل الشغل لانه ما كنت مرتاح بشغلي السابق. هواي كاتبين العمل، مثل ما قلنا العمل من شغلات اللي يأثر علينا احنا بروتيننا، لانه احنا فد شيء كل يوم نروح للشغل فيأثر علينا كلش. هواية مهم جدا انه احنا نكون مرتاحين بمكان اللي احنا نشتغل به. فالاشخاص اللي هم ما مرتاحين في الوقت الحالي دا يفكرون انه اماكن عملهم يبدلوها او يتوجهون نحو فد مهنه جديده هم يختاروها تكون مفضله عندهم، فنتمنى لهم الموافقه لكل شخص هو حاب يبدل مهنته او يتوجه الى مكان جديد. خصوصا يعني احنا بالعمل نقضي تقريبا 8 ساعات، خصوصا ايضا الموظفين 8 ساعات، باعتبار انه هو يعني دا يقضي كل نهاره، او ممكن انه يشوف زملائه بالعمل، او هو دا يمارس هذه مهنته اكثر من انه هو يعني بالبيت موجود، او حتى انه يشوف اهله. شوف هنا أنا تعلمت من هذه أو من السنة راحت أنه أنا لازم أقلل أيضا أكلي مثل ما إحنا قلنا، وأن ألتزم بالرياضة. النظام الغذائي همين هذا نشوف هواية كاتبين أنهم يريدون يبدلوا. إذا مشاهدينا، هواية من الناس تختلف على طريقة تسميتها، الناس يسموه رارنج وأكو غيرهم يسموه النارنج.
على الرغم من اختلاف التسميات، لكن يعتبر من الحمضيات الشتوية المهمة عند العراقيين، ويبقى وتبقى أهميته وفوائده الثابتة وأهمها الفيتامينات الموجودة به وكونه يساعد على الهضم أيضا. وأكيد ما ننسى استخدامات الهواية سواء بالطبخ أو السلطات والشربات والمشروبات أيضا، وأكيد ما ننسى اللبلبي. فخلونا نروح لإصلاح الدين ونشوف هذا التقرير عن النعج. ينزل بشهر الثاني والثالث، ومن الشجرة يعني الصبورة يعني تحمل العطش تحمل الحار، وفوائدها يعني حيل كثيرة يعني، وتشيل يعني والحار البرد ما يأذيها، وتحمل يعني درجة حرارة وتحمل برد، وشجرة يعني مثمرة زايد يعني خير من الله الشين، يعني تشيل أكثر من طاقتها، ويعني فوائدها ما توصف يعني، وكثير كثير يعني التربة منها المزيجية يعني نقول بالعامية المشين يعني تربتها، وماء يعني تحب يعني إذا ما تسقيها شهر عادي، إذا ما تسقيها وتسقيها ماء حلو يعني عندنا يعني مطرة. هل هناك نوعيات من هذه الفاكهة؟ لا لا، بس هو نوعية الرارنج بس، ماكو يعني رارنج غيره. ولماذا يفضل الرارنج العراقي عن باقي الأنواع؟ طعمه أطيب ويعني بنكهة ويعني طعمته طيبة يعني كلش. اول شيء هو يعني من نوع يعني بيه حموضه، البرتقال بيه حلا، فالبرتقال يعني يعني هذا البرتقال مثلا ما ينعصر على مثل الاكلات، ولا هذا الارانج يعني ينعصر يعني على باقي الاكلات يعني الزلاطه مثل ما نقول اي شيء يعني يعني الحم السوب هذا يعني من فوائده بشكله شلون شكله اول شيء يعني كبر يختلف عن الارانج يعني يختلف عن البرتقال، اول شيء تكون يعني استقامتها طويلة، ويعني تفرش تفريش يعني يعني شلون تفرش يعني ياخذ عرض يعني مساحة كبيرة تقريبا من 3 امتار الى مترين ونص، او يعني يبدي مثل ما نقول احنا الحوش مالته يبدي من شهر تقريبا 12 الى تقريبا الشهر الثاني يعني هذا الوقت مالته. هل هناك فوائد عديدة؟ من الفوائد يعني كلش يعني هو سبحان الله الحمضيات يعني بيها فيتامين سي يعني كل الزيان يعني للهضم طبعا اكيد يعني يعني مثل الضغط صاعد او فتشي ياخذ مثلا من عنده حامضه او فتشي يهدي على الضغط مالته او فتشي. اي احنا مناطق الغربيه تسمي رارنج، الشرقيه تسمي نارنج. النارنج والرارنج هو نوع واحد يعني ما في اي اختلاف. النارنج هو مفيد للجسم عام، اول فقره هو مفيد للمفاصل توب يعني يعني لا له مثيل للضغط، واكو يسموه هذا اللي يحكون عليه النارنج والرارنج، النارنج تصير نوع طويله الشجره تصير طويله عاليه حيل، والرارنج لا تصير شجره طاخيه يعني. أنا كرمان بالبساتين عامة مفترها كلها من البم الطلايب إلى البدعية. سام هسه هاي منطقة البدعية يعني في صلاح الدين، في صلاح الدين قرب سامراء تمام. يعني الرارنج هو قلت لك هذا نوعين، والبرتقال نوعين، واللالنج ثلاث أنواع يعني هذا بصلاح الدين، والقرنفوت والسند نوعين هن هذا يعني شلون تقول يعني الحمضيات كاملة. يعني هو بما أنه يمتاز الرارنج العراقي خاصة العراقي بالدرجة الأولى يستخدموا لكافة الأكلات، الباقي المخلمة الشوربة كنا تحبه فوق الشوربة فوق اللبلبي يعني يستخدموا بطريقة يشوفون حتى نكهة بالأكل يعني من كثرة استخدام يعني أكو السمك يعني الأكل هواي يستخدم الرارنج العراقي يعني العراقي خاصة الدرجة الأولى أحسن من الرانج المستورد. يعني
يعني مثلا اللي يمكن لانه البيئه مالته يعني بيئتنا احنا احسن من بيئه يعني بالغرب احتمال يستخدمون المواد الكيميائيه واحنا لا يعني طبيعي رارنج طبيعي يعني ولذلك يعني يشوفون بنكهه كلش لطيفه. اوقات تناول الرارنج في اي وجبه من الاكل؟ بكافه الاوقات يعني واحد اكو ناس ترغب بكافه الاوقات الصبح بالليل العصر خاصه الاكلات الدسمه يعني الدسمه اللي فيها دهون يستخدمون الرارنج فوقها على مود شويه يقتل من الدهون. مثل ما شفنا الرارنج انا اسميه رارنج زين انت شنو تسميه؟ نارنج انا اسميه رارنج طبعا من الحمضيات اللي كلش مشهوره بالعراق واعتقد انه هو بس بالعراق يزرع هذا الرارنج جدا طعمه مختلف وخصوصا مثل ما قلنا ويا اللبلبي ويا فوق الباقله والدهن زين تحبه؟ ويا السلطه كلش شيء خبر انا قبل ما كنت احبه صراحه بس بعد مرور فتره بعد ما تعودت انه كنا بالزور ناكله ف لا لا كلش طيب له نكهه خاصه يعني يختلف عن الليمون يختلف حتى عن الشغلات المستورده الحمضيات اللي احنا نستوردها كلش طيب هو بلدي هذا بالضبط كلش حلو بس هو ما اعرف يعني مرات من احاول اشرح للاصدقاء اللي هم مو من العراق اقول لهم انه نارنج هو شنو دائما ما اعرف شلون اوصف فنضطر نقول انه هو خليط بين ليمون وبرتقال مو نفس هذا الطعم هو يعني من حبنا له هو هذا اكيد موسم شتاء يكون بعض الناس او اغلب الناس زين يعصروه ويجمدوه ويخلوه حتى يستخدموه فصل الشتاء صح فصل الصيف أو فصل الصيف يعني هو شو يسوون هم يخلوه بالفريزر صح؟ يعصروه يخلوه على شكل حتى بعدين يستخدموه للسلطات والهذي كلش حلو طيب يا الله خلونا نروح لتقريرنا اكيد ما تمر سنه اذا منكون طلعنا ما بيها منها باختراعات مفيده حتى تحسن حياتنا اليوميه وباخبارنا المنوعه اليوم راح نبلش باهم الاختراعات اللي نشرتها مجله امريكيه لسنه 2022 كانت ريموت كنترول ذاتي الشحن واللي يحصد طاقة الترددات الراديوية من الأجهزة القريبة مثل أجهزة الواي فاي واختراع آخر وهو تجفيف الشعر دون هواء وتعتمد هذه التقنية على الأشعة تحت الحمراء المصممة لمحاكاة الطريقة اللي تتبخر بها الشمس أو تبخر بها الشمس مياه الأمطار وهذا المجفف المبتكر يعمل بنفس سرعة المجفف التقليدي وأيضا اختراع آخر راح يخلينا ناكل الدجاجة بعد 7 دقائق من طهيها باستخدام أول فرن ذاتي التنظيف وقابل للبرمجة والتفعيل الصوتي صنعته شركة إيطالية واختراعات أخرى أيضا من ضمن هذه اكتشاف كاشف تسرب المياه وتقنية لمنع الهاكرز وسماعات طبية ذكية وأخيرا تقنية الخيال الصناعي اللي تساعد الشخص على الكتابة اللي ما بخياله حتى يتحول إلى صورة زين اخر اختراع اخر اختراع رهيب انه انت ممكن انه يقرون افكارك وبالتالي تترجم الى صوره الخيال الصناعي همنا اليوم التطور اللي يصير بس نتمنى انه ما يجي يوم من الايام انه الروبوت او الخيال العلمي او الصناعي ممكن ياخذ مكان اي شخص لانه هذا راح يكون اخطر شيء انه الروبوت ياخذ مكان الانسان لكن اذا كانت يعني خلينا نقول لخدمه الانسان والبشريه فأهلا بها بالضبط بلشت الريبورتات وهذه الأشياء تحل محل يعني الكثير من الأشغال والأعمال بدال الإنسان إذا مشاهدينا بالانتقال لخبرنا المنوع التالي توقفوا لساعات في محاولة لتصويره بعد ما شافوا على أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا لأول مرة منذ أكثر من 100 عام اللي همنا لم يتم رصده سابقاً هذا هو الطير طير البومثلجية النادرة ذات الريش الأبيض مرقعة ببعض النقاط السوداء والتي عادة تستوطن القطب الشمالي وما زال المسار الذي تتبعه هذه البومة يشكل لغز بالنسبة للخبراء
بعد ما قطعت أكثر من 2000 ميل متوجهة من شمال نحو الجنوب، كون أنها تعيش فقط في المناطق القطبية، وبسبب لونها الأبيض فهي قادرة على التخفي والتخبي بين الثلوج، وحسب التقديرات يتواجد منها حوالي 30,000 فقط من هذا النوع وهذا الصنف من البومة فوق سطح الأرض. وده تشوفون مشاهدين شلون العالم ده ياخذون صور لهذه البومة اللي ظهرت على أسطح أحد المنازل في كاليفورنيا. 30,000 هو إحنا إذا يعني عد 30,000 هو مو قليل، لكن بالنسبة لصنف واحد من البومة ممكن يكون قليل. ولحدث العلماء بعدهم ده يكتشفون مسارها، حتى هي شكلها مميز زين، يعني يمكن أنا حتى يمكن لو شايفتها عشان أخذت لها صورة، على الرغم إنه هي نادرة، إن ما أعرف إنه هي نادرة، باقي القليل منها. جميل جدا. حلو. سامع زين بمعركة الرقص من قبل؟ لا. يتعاركون بالرقص؟ إذا خبرنا المنوع راح يحكي لنا عن هذه المعركة، معركة كلش قوية زين، خلينا نشوف من انتصر بيها. الناس سوت رأس السنة لو والله انت هسه شوف بالهذي. قامت مديرة إحدى المدارس بتصوير فيديو انتشر على مواقع التواصل لطريقة تنافس بالرقص بين معلمة وطلابها اللي سموها معركة الرقص، وهي لما يرقص شخص ويرد عليه المقابل بحركات أقوى حتى يفوز عليه بالمعركة. وبإحدى اللحظات مثل ما نشاهد بالفيديو اتحمس أحد الطلاب خلال هذا التنافس وسوى حركة فاجأة الكل، وهي لما صفع معلمته ضمن حركاته مال رقص، لأنه كان طاب بالمود، لأنه هو كان موجود بالمود مال معركة. لكن مثل ما شفنا تقبلت المعلمة الموضوع برحابة صدر واستمروا بالرقص، وتشوف معلمته أنه هذه الأمور التنافسية والألعاب المسلية هي أمور مهمة واللي تؤدي إلى انشغالهم بالتالي عن الاتصال بشبكة الأنترنت اللي تعتبر تعب لهم ومضيعة للوقت. جميل جدا هاي اللقطة اللي دا نشوفها. التناغم وال هاي الأجواء الإيجابية بين المدرسة والطالب. هاي ما ضربها، سوالها حركة لا إرادية، وبالتالي يعني حتى هو ورا ما صفعها تفاجئ إنه هو شلون سوى هيجي وهي تقبل. لا هو أكيد ما صفعها، يعني هو بس هيجي تقرب منها. بس الفكرة كلش حلوة، شلون أكو هذا التناغم بين الأساتذة والطلاب. ماكو يعني احنا دائما نقول لازم يكون اكو هذا الليمت او يكون اكو خط بين الاحترام، وايضا نفس الوقت يكون اكو مشاعر ايجابيه من قبل المدرس اتجاه الطالب، حتى هم من الطالب يكون بهذا المود الدراسي ولا يتعب. ومثل هاي التكنولوجيا همنا يبتعد شوية عن استخدام الأجهزة الذكية، إنه هي فرحانة تشوف طلابها كلهم نشاط وحماس، وبالتالي هم مبتعدين عن الإلكترونيات والإنترنت اللي أصبح هسه يعني موضوع العصر وشاغل أكثر الناس. إذا مشاهدينا نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقتنا لهذا الصباح، ونشوف شنو هي أنتو تطلعاتكم وأيضا أهدافكم لبداية هذه السنة، سواء إذا كانت مهنية أو عملية. هنا قيس يقول أني بهالسنة لازم أكمل كتابي والقصة اللي بلشتها من قبل 6 أشهر. حلو أنه هو أيضا عنده طموح أنه يكمل كتابه. حاليا بالعراق أفضل شيء هو إكمال الدراسة، كون الدراسة والتعليم هو مجاني، فأكيد الأشخاص اللي هم ما مكملين دراستهم ويتطلعون إلى مستقبل أجمل ويكون مليء بالفرص المهنية، ممكن أنه يكملون دراستهم سواء كانت جامعية أو كانت الابتدائية، هم هنا فرصة حلوة وتكون بداية جديدة لهم. هنا نور تقول كلش حلو، أني راح أبلش أعتمد على نفسي وأطبخ وأتعلم كل الأكلات، وأهم شيء الدولمة. كلش حلو. إذن أيضا ربات البيوت أيضا يهتمون لهذا الموضوع، أنه ممكن من ناحية الطبخ يعني يرتبون روحهم ويصيرون نمبر وان إن شاء الله. الكل كل أماني تتحقق. مشاهدينا إحنا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا الصباح، نتمنى مثل ما قلنا كل الأمنيات تتحقق وتكون بداية جديدة لكم. نلتقيكم باكر بنفس الموعد. باي باي. مع السلامة.